ما تلك الفترة التي عشتها في السعودية، ما الذي كنت تفعله؟ يا حققت كل ما كتبته وأنا في السجن، لأن أنا وأنا في السجن كما أنا مهمتي تربية الشباب مع الشباب. فحينما ذهبت إلى الندوة العالمية للشباب الإسلامي وجدت البرنامج بتاعها بيحقق كل ما كتبته وأنا في السجن لخدمة شباب الأمة الإسلامية العربية. فكنا في الندوة حقيقة من حيث المعسكرات، يعني انا بعتقد ان احنا اقمنا اكبر معسكرات شهدها العالم للاسلاميين. اول ما بدانا عملنا اول معسكر في السعوديه في ابها، ثم بعد ذلك في الاردن، ثم بعد ذلك في قبرص. قبرص جمعت له كل المسلمين في اوروبا. قبرص التركيه. قبرص التركيه نعم، لها قصه. ثم بنجلاديش، ماليزيا، وبعدين دخلنا على افريقيا، مالي، وطلعنا على المانيا وبريطانيا واستراليا. يعني كانت المكان المعسكر يعني نموذج. انا بشوف بعد كده كثير ممن تربوا عندنا في المعسكر بقى اصبحوا زعماء واصبحوا رؤساء وزارات. خدت بالك؟ لان كان برنامج معسكر برنامج رائع. وانا شخصيا ختمت هذه المخيمات سنه 80 في تركيا، في بلد اسمها شناكله او شناقلعه كما يقولون. وهذا المعسكر يعني فيه يعني نوع من انواع البحث الجديد للاسلام في داخل تركيا. وكان بالتعاون الندوه العالميه للشباب الاسلامي، منظمه المؤتمر الاسلامي، وزاره الشباب التركيه، وكان ديميرل رئيس وزارة، وكان في نفسه يعمل يعني شيء من التعاون مع البلاد العربيه والاسلاميه، لان اربكان في ذلك الوقت كان هو الزعيم. فتعاونت انا مع وزارة الشباب، وانا ممثل لمنظمة المؤتمر الاسلامي والندوة العالمية للشباب الاسلامي. ولا انسى في يوم من الايام ونحن ندرس برنامج المعسكر وبرنامج افتتاح المعسكر، واذكر وزير كان اسمه طلعت اسعد. احنا قاعدين ندرس وزير التركي، وزير التركي بتاع الشيء كان اسمه طلعت اسعد. فبندرس البرنامج فلقيتهم كل البرنامج راس وعري وشغلانه. فقلت له سياده الوزير، ده انا بمثل اكبر هيئتين اسلاميتين في العالم يعني، فمش معقول ابدا ان اسمح بمثل هذه الافتتاحيه بالصوره دي. قال لي ما تنساش يا اسعد ان احنا دوله علمانيه. قلت له ما جئت للدولة العلمانية، أنا جئت لمسلمي تركيا. شوف الأدب. الخاص برنامج أستاذ عاكف هو اللي يمشي. وترجاني إن يدخل فيه، هناك عندهم حاجة تركية بتاعة الجندرمة والفولكلور الشعبي. الفولكلور الشعبي في قوة كده وفي شيء. بس هذا جميل هذا. جدا. فقلت له هذا مسموح به. وظلنا في تركيا في حوالي 300 شاب، وكان يعني معسكر كان طلعت اعصار ده لواحد من سوبلجن مهندس وكيله. ظل معنا 15 يوم وانا بنزل العلم لقيته بيبكي. قلت له تبكي ليه يا بلبل؟ قال لي لن اجد مثل هذا النظام والاخلاق والادب، وهو علماني لا يصلي. وقال مش من ده. قلت له اديت له سجاده ومنبه. قلت له ارجو لما تسمع الاذان يا اخي صلي. ما فيش، هي احنا خلصنا المعسكر من هنا وقام الانقلاب في تركيا سنه 80، وجاي طلعت اوصال وبلجن في جده بعد ما طردوهم بقى من الحكم وحل الاحزاب، وكانت شغلانه يعني الحمد لله. هذه الفترة التي كنت فيها في الندوة العالمية امتدت تقريبا من اواسط السبعينيات الى بداية الثمانينات. 77 حتى تقريبا 83. مما تصفه لي يعني يبدو ان الحكومات الاسلاميه في ذلك الوقت وخاصه السعوديه وتركيا كانت متعاطفه مع النشاط الاسلامي. نعم. يعني ثم بعد ذلك انقلبوا علي. طب ايش السبب؟ هل السبب هو الاشخاص اللي كانوا موجودين؟ لا، السبب هذا الانتاج الرائع الذي قامت به الندوه في خدمه الشباب المسلم، سواء في مخيماتها او
في مؤتمراتها، كنا كل سنة نعمل مؤتمر ضخم ويحضروا آلاف الناس وآلاف العلماء، كان بينتهي في النهاية إلى يعني كتيب يجمع كل هذه الآراء وكل هذه الأبحاث. فتنبهت إليه الحكومات، تنبهت إلى أن هذا خطر عليها، خطر عليه، فقالوا نحن عايزين نساعد الندوة. فكان الأول الدكتور عبد الحميد أبو سليمان رجل عظيم فعلا ومفكر جيد، وجاء بعده بحفظ الله، وجاء بعده مش عارف توفيق القصير. توفيق القصير كان طالب، كان يتعاون معي وهو طالب في أمريكا، بل بعده رئيس ندوة، أمين عام ندوة. وليت عمال يعني كل حاجة سعوديين سعوديين سعوديين. قلت والله يا دكتور توفيق أنا ما جئت الندوة على أنها سعودية، أنا جئت الندوة على أنها شيء عالمي، وجزاك الله خيرا. وتركته تركته. بعدين وين ذهبت؟ أنا أصلا في طول ما أنا في السعودية كان أمير محمد الفيصل والدكتور توفيق الشاوي طلبوني لإدارة مدارس المنارات، فكنت بشتغل الصبح في المنارات متطوعا وبالليل في الندوة. يعني كنت تجمع بين الأمرين. بين الأمرين. بس مين اللي كان بيعطيني راتبي؟ الندوة. وظلت على هذا الحال حتى سنة 83. ثم بعد ذلك ظلت في السعودية سنة، وجاءني الدكتور أحمد الملط يقول لي الأستاذ عمر التلمساني يأمرك أن تذهب إلى ألمانيا. وأنا عارف ألمانيا ومشاكل ألمانيا. يعني كان بالإمكان أن تبقى في السعودية لولا أن جاءك تكليف؟ لا، أنا كنت قررت أن أنزل مصر، ولا يعلم أحد غير أنا وزوجتي. لأنه ما عادش فيه مدور في السعودية. أنا وزوجتي، فأنا قررت أن أنا بعد رمضان ده هنزل مصر. فجاءني الدكتور أحمد الملط يبلغني رغبة الأستاذ عمر. قلت له علي الأحوال، أنا لي جولة كل سنة في أوروبا فأحط من ضمنها في ألمانيا. وأنت كنت مطلعا على الأوضاع في أوروبا بسبب عملك في الندوة؟ كنت تعرف إيه اللي فيها، ولذلك كانت ألمانيا دي عندي ما كنتش أروحها لكثرة مشاكلها. نعم. فرحت قعدت في ألمانيا أسبوع ودرست الأمر في المركز دراسة جيدة، وذهبت رجعت الى القاهرة وقدمت الاستاذ عمر تقرير من صفحة نص. فقال لي كل ما كتبت فهو انا موافق عليه وتصدق روح. فخدت ولادي ورحت على المانيا الى ميونخ. الى ميونخ فات من سنة 84 لـ87. هل كانت مهمتك تقتصر على إصلاح الوضع في ألمانيا أم هذا كان له علاقة بالتنظيم الذي أصبح عالميا في لا أنا راجل رايح لمركز ميونخ والمراكز الإسلامية التي كانت تابعة للجماعة الإسلامية، كانت الجماعة الإسلامية الجنوب ألمانيا ثم بعد الجماعة الإسلامية وخصوصا المدرسة العربية الإسلامية اللي كانت موجودة. ولله الحمد يعني استطعنا بنعمة من الله، يعني أقول لك إيه، يعني شفت الأمرين من العرب هناك، ولكن الله سبحانه وتعالى أعاننا على يعني أن يستمر المركز على مستوى رفيع والمدرسة على مستوى رفيع، إلى أن يعني شاء الإخوان هنا في مصر أن يرشحوني في مجلس الشعب. فأنا جاي أنا مار المروك عند مؤتمر في الرياض، فجاي مصر قلت أريح يوم مسافر، فجيت مرضت فقعدت يوم. فالإخوان قالوا لازم تترشح مجلس الشعب. يا إخواننا أنا بقالي 30 سنة بعيد عن الشارع المصري. قالوا مجلس الشعب، ترشحوني في مجلس الشعب ونجحت. ده كان في أي سنة؟ سنة 87. ما رجعت من ألمانيا على طول. قبل أن أتكلم في تجربة مجلس الشعب، ما قصة التنظيم